شدي حيلك يا حبيبتي، كلنا لها. شكرا. كل اللي مقصر فيها انها ماتت في حادثه وعلى قديم بابا، يا عالم هيكون مصيره ايه هو كمان. يعني راحوا الاتنين في لحظه واحده. مش عارفه بيحصل لي كل ده ليه. ايه مالك يا شريف، في حاجة؟ أنا هموتك وأشرب من دمك يا فايق، هموتك! إيه أنت اتجننت ولا إيه؟ أنا عرفت خلاص وعرفت إنك إنسان خاين عشان اشتغلت لنا أنا وأخت دولا. خيانة إيه وتحكي إيه؟ أنت بتقول إيه؟ يعني مش عارف إيه؟ وأنا أعرف من إيه؟ اتفضل الصور أهي، بص فيها كويس يمكن تفتكر أي حاجة. إيه الصور دي؟ أنا ما أعرفهاش وما أعرفش عنها حاجة. أنت أوسخ إنسان عرفته في حياتي. إيه يا جماعة؟ في إيه؟ أنا ما أعرفش حاجة. في إيه؟ في إيه مش كده؟ الله سيبك يا فايق، يا ابني مش كده، بس يا شريف الله واحنا في الشارع، انا في شركه محترمه. مش هسيبك يا فايق، مش هسيبك والله العظيم. ما اعرف حاجه عن الصور دي. خلاص يا فايق اقعد انت يا فايق، قدام يا شريف قدامي. يلا مش هسيبه يا واد، مش
تسيبه الا لما تقدر. اهدى يا شريف اهدى بس، مش كده. اهدى ازاي؟ ده انسان خايب، انت ما تعرفش هو عمل ايه مع تونا اختي. هي تونا تبقى اختك؟ تعرفها؟ لا بس يعني كان حصل حوار كده بينها وبين فايق، سمعته بالصدفة، بس بيثبت فيه اللي انت بتقوله، انه ضحك عليها ومش كده وبس، ده كمان كان السبب في موتها. انت بتقول ايه؟ انا هقشر من دم. استنى بس يا شريف، اهدى اهدى، مش كده الموضوع، ما تاخدش قفش كده. شريف مش انت بس اللي عايز تشرب من دمه، كلنا عايزين نشرب من دمه، وانا اولكم، عشان كده لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، وقبل ما يرشنا بالميه نرشه احنا بالدم. ازاي يا ده؟ اقول لك انا ازاي. انت تاخد الصور دي وتوديها النيابه، وتقدم في بلاغ انه ضحك على اختك، وانه كمان كان سبب في موتها، وليك عليا كل الكلام اللي عندي ده هشهد بيه في النيابة معاك. متشكر يا دم، متشكر على وقوفك جنبي. متقولش كده يا شريف، دي تونة الله يرحمها زي اختي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. الباقي في حياتك يا مدام منال؟ البقاء لله يا مدام منال، كلنا لها. شكرا قوي، بس مين حضراتكم؟ هو حضرتك ما تعرفيناش، بس انا كنت كلمت حضرتك مره قبل كده في التليفون. مره؟ بخصوص ايه يعني؟ اتفضل حضرتك استريح. اتفضل يا فندم. ابدا، كنت كلمت حضرتك بخصوص جوزك استاذ فايق. هو انا اصلي فعل الخير اللي كلمتك عن موضوع خيانته. انت بقى اللي وقعت بيني وبين جوزي بعد ما غلطت مع البنت وخليت بيها؟ ست ايه وخليت بمين؟ انا كنت متوقع كده برضو. واضح ان استاذ فايق مأثر فيكي جامد، وعامل لي غسيل مخ جامد قوي. انا محدش يقدر يأثر عليا، ومن فضلكم تتفضلوا دلوقتي، انا مش ناقصه هموم ومشاكل. لازم تسمعينا الاول، لان واضح ان فايق بيه مفهمك الموضوع غلط. حضرتك تطلع مين؟ أنا شريفة خطونة اللي جوزك ضحك عليها وخلي بيها وقتلها. أنت بتقول إيه؟ دي الحقيقة يا مدام منال. جوزك فايق بيه ضحك على مدام تونة أخت أستاذ شريف، وحاول بعد كده يجهضها وينزل البيبي اللي بطنها، بس للأسف هي ما استحملتش وجالها نزيف وماتت. ماتت؟ أيوة ماتت، وجوزك كان السبب. مستحيل فايق يعمل كده، ده قال لي إنها عميلة عنده كانت محتاجة مساعدته. عميلة؟ وهي العميلة تتصور معاه بالشكل ده؟ ايه ده؟ اقعد يا شريف. دي الصور اللي انا لقيتها في دولاب تونا الله يرحمها، وهي دي اللي اكدت لي انه على علاقة بيها وان هو السبب في موتها. يا رب ايه المصايب تحتف عليا يا رب. ارجوك اهدي يا مدام منال، اهدي عشان نعرف نفكر ونركز ازاي ناخد حقك وحقنا. وانت بقى بتعمل كده ليه بدل تونا مش اختك؟ هقول لحضرتك، انا ما بحبش الخيانه، ولما عرفت بالصدفه ان فايق بيخونك ما استحملتش الظلم، قلت لازم ابلغك، ده غير ان في دار بايت بيني وبينه عشان خد مني مراتي وخرب بيتي. معقولة فايق يعمل كده؟ ويعمل اكتر من كده؟ صدقيني يا مدام منال، فايق ده ابليس نفسه يتعلم منه الوساخة والندالة، بس الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه.
يصحش تضايقي نفسك عشان خاطر انسان طلع كده. انا عارف انك انت مصدومه طبعا، ده حقك، بس انت لازم تفكري من الناحيه الثانيه. ده واحد ما فرقش معاه اي حاجه عملتيها له طول السنين دي، ما فرقش معاه قد ايه كنت كويسه معاه، ما فرقش معاه البيبي اللي في بطنك وقد ايه تعبته عشان تجيبوه. ده واحد ما يستاهلش دمعه واحده من عينيكي. انا عايزك تبقي اقوى من كده. انت بقيتي بيزنس وومن قويه، ما انتيش سمر اختك عشان تعيطي وتنوحي. الخاين ملوش مكان في حياتك. اطلبي منه الطلاق، وزي ما دخلته بالمعروف تخرجوا بالمعروف. ولو لعب بيكي ولا جالك كده او كده ما تقلقيش، بمنتهى البساطه ترفعي عليه قضيه خلع وانت اللي هتكسبيها. انا بضمن لك الكلام ده، انا محامي وعارف كويس انا بقول لك ايه. الا اذا كنت عايزه تكملي معاه فده خيارك يعني. انا لا يمكن طبعا. خلاص يبقى احنا متفقين وعارفين احنا هنعمل ايه. ما تضايقيش نفسك بقى، وريني الضحكه بتاعتك. مش قادره افهم، انت عصابه قوي، انت مش فاهم انا محروقه منه قد ايه. معلش، ياما في ناس وسخه في الحياه، ده معناه ان احنا نتكسر قدامهم؟ لا طبعا. يبقى خلاص، زي ما قلت لك انت بقيتي بيزنس وومن قويه، ما انتيش واحده غلبانه ولا محتاجاها في حاجه، تقدري تعيشي لوحدك وتقفي على رجليكي كويس. انا مش عارفه ايه اللي مضايقك كده، ما انا قلت لك 100 مره قبل كده، في واحده صاحبتي قريبها عايش في دبي، راجل غني ومتنغنغ وهينغنغك يا عبيطه، لكن انت مش عايزه تسمعي الكلام، معرفش ليه. ابعدي عن وشي سعاد يا ماما، لحسن انا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي. ابعد عن وشك، هتضربيني يا بنت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا احمد. مالها ست الكل؟ مودها وحش. بتحبني يا فايق؟ طبعا يا حبيبتي. انت جايه لي المكتب عشان تساليني السؤال ده؟ ده انت مراتي وام بنتي. مراتك وام بنتك حاجه وحبيبتك حاجه تانية، انا بقى مين فيهم؟ انت التلاته في بعض. اما انا التلاته في بعض، بتعرف عليا واحده تانية ليه؟ الصور العجيبه دي مش عرفت ايه؟ اه طبعا عارف، دي صور متركبه باينه قوي. انت برضو هخيل عليك الحاجات دي؟ مش عايز تقول الحقيقه برضو. حقيقه ايه؟ مين الواطي اللي جاب لك الصور دي وعايز يوقع بينا؟ هما اتنين واطيين مش واحد بس. اه ادهم وشريف مش كده؟ كويس كويس انك عارف اعدائك وعارف خطواتهم كويس. اه طبعا عارفهم. انت ليه على طول شاكه فيا ومش عايزه تصدقي ان انا بحبك؟ بحبك. فهي انا حبيتك بجد، ومش قادر تفهم ان اللي بيحب حد بجد بيفهمه من نظره عينيه. طب بصي اهو، شفتي ايه في عينيا؟ اقول لك وما تزعلش. ليه يا فايق؟ ده انا فضلتك عن كل الناس، وقفت قدام اهلي عشانك، واديتك كل حاجه من غير حساب ولا شرط. كنت عايزه شويه حب. استكترتهم عليا ليه يا فايق؟ طلقني. انت اتجننتي؟ عايزه تصدقي الصور المتركبه وكلام الواطيين دول؟ لا انا مش مصدقه حد، انا مصدقه احساسي، انت عارفني كويس، وانا احساسي بيقولي انك خنتني. طلقني يا فايق. بقول لك كفايه بقى، كفايه كذب بقى، كفايه. انا عملت في نفسي كده، انا اللي غلطانه. ادخل. خير يا مدام وسيلة، عايزاني في حاجه؟ اه يا فايق، هو انت ليه فصلت شريف؟ قالوا لي انك خدت قرار بكده الصبح، وفي حاجه حصلت؟ ده حصل حاجات. الواد ده اتعدى حدوده، ده اتعدى عليا الصبح النهارده في مكتبي، كل ده عشان لسه بتخانق معاه في الموضوع بتاعنا اياه،
وبرضه راكب دماغه ومصر يقف مع مامتك، فكان لازم اورسه قرصه ودن جامده، وانا عارف كويس انا بعمل ايه. طبعا. لا لا انا ما عنديش فكره عن كل اللي انت حكيته ده. لا خلاص، طالما انت شايفه ابتدى يخرج عن الليمت بتاعه وبقى فيه منه قلق، يبقى لا طبعا اللي انت شايفه صح اعمله. اوكي، لو سمحتي امضي لي الورقه دي. ايه دي؟ دي استقالتي. الهبل اللي بتقوله ده يا فايق، انا مش مرتاح يا وسيله، مش مرتاح من ساعه ما ادهم شكك في ذمتي. بصراحه كده حسيت انه ثقتك فيا ممكن تكون تهزت ولو للحظه، وانا ما اعرفش اشتغل كده. اهم حاجه عندي ان اشتغل مع ناس بيثقوا فيا ثقه عمياء. يا فايق والله العظيم انا بثق فيك، انا حتى يوميها سالتك لو تفتكر قلت لك فهمني انت، ده لاني بثق فيك. وادهم كمان على فكره هو ليه حركات كده ساعات، بس مش لدرجه انه يشكك في ذمتك بعد كل اللي انت عامله معانا في الشغل ده. لو سمحت خرج الافكار دي بره دماغك، انا هعتبر ان انا ما شفتش الورقه دي خالص. ادخل. مدام وسيله، في شخص جه ما رضيش اعرف اسمه، ساب لي الظرف ده وقال لي اديه لحضرتك، لقيته مكتوب عليه من مجهول، ما رضيتش افتحه وقلت حضرتك تشوفيه بنفسك. طيب اتفضل انت يا سيدي. مش سهل. ايه الجو القديم ده؟ مجهول؟ ايه ده؟ مكتوب كده فعلا؟ ونشوف ايه الحكايه دي كمان. بعدين انت جبت الصور دي منين؟ انت لسه اللي قاعد تسال؟ انت تطلع بره وبس؟ طب اهدي بس. تعالوا. اهدي يا وسيله. تعالوا. وسيله يا حبيبتي. شيلوا دماغي بره. اهدي استنى بس. اهدي. اوه يا خراشي. يا وسيله انت هتاخد يا معلم. هو بره في الشارع. بره. يا وسيله تعالي بس. بره في الشارع مكانك يا عيسى. يا وسيله انت مش عشان خاطر الجيراني. عرفت مكاني ازاي؟ جاي ليه؟ بصراحة كده جاي اشمت فيك. ها؟ اشمت؟ خلصت؟ ايه تاني؟ واتشفى شوية. ما انت خلاص بقالك كام يوم وتخرج من اللعبة دي خالص. البركة فيك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ قلت لك هاخدها منك ما صدقتنيش. غبي! تقول ايه بقى؟ غبي ما صدقتكش. بس بلاش تسبق الاحداث. موضوع الجوازه دي اللي فاكراها وسيله خيانه، يومين وهتنسى وهنرجع لبعض تاني ومش هيبقى في طلاق ولا حاجه. ما انا برضه عارفها اكتر منك. دي مراتي برضو. وسيلة اتغيرت يا ادهم وانت اللي مش واخد بالك. على فكرة هي اللي بعتني عشان اساومك على مبلغ تاخده واتطلق. هقتلك والله العظيم تلاتة، هقتلك يا فايق. انت اضعف من كده بكتير. عارف ليه؟ لان القتل ده عايز قلب ميت، وانت قلبك اهو بحب الحياة. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت نادل وفيلسوف كمان. بس عايز اقول لك حاجة،
بلاش تستقل بيا. انا برضو صايع بعرف اخربش، واحنا دفنينه سوا ولا نسيت؟ بس انا ما بخربش، انا بقطع عرق واسيح دمه. واظن انت شفت. شفت شفت طبعا. بس افتكر ان انت اللي بدت الحرب ما بيننا، وانا ما بحبش اطلع خسران، وبالي طويل قوي. واذا كنت انت ماسك عليا حاجات خربت بيتي، انا ماسك عليك برضه شويه حاجات صغيره كده هتخرب بيت اهلك. انا ما فيش حاجه اخاف منها. الله الله عليك، هو ده الراجل الصح الواثق في نفسه. بس زي ما بيقولوا وقعت الشاطر بعشرة، وانت وقعتك تونة تونة. اخت شريف اللي انت استنتنت معاها وقلت اصلك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت صدقت الواد المجنون ده؟ لا اصدق مجنون برضو، خص عليك يا فايق. اللي انت ما تعرفوش ان انا سمعتك انت وهي لما كانت عندك في المكتب، لما قالت لك تعالى نروح للدكتور عشان تجهض ابنك اللي ببطنها. ايه دليلك على الكلام ده؟ وداني ايه، تحب اقطعهم لك ولا هتشكك فيهم؟ بالله ودانك ديت بالله وتشرب ميتها وعلى مفخيلك اركبه، واسمع مني اقبل بالمبلغ اللي هتديه لك وسيله واخلع قبل ما هي اللي تخلعك وتطلع من المولد بلا حمص. مش انا، مش ادب بالحمص ده. بص يا فهي، طلاق مش هطلق، واعرف ان هدفي في الدنيا ان انا افضحك وافضح وساختك قدام وسيله وقدام الكل، ولو ربنا كرمني وقتلتك يبقى سياده الخير خيرين. انت حر. عقلك في راسك تعرف خلاصك.